يرجو تفسير هذه الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا جناح عليكم فيما عرفتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. هذه الآية المطلقة الزائم التي ليس لزوجها ومطلقها عليها رجعة، هذه تسمى بالبائن سواء كانت بينونة كبرى أو بينونة صغرى. ففي فترة العدة حرم الله التصريح بخطبتها وأجاز التعريف. التعريف أن يأتي بعبارة غير صريحة يفهم منها الرغبة، فيقول مثلا إنني في مثلك لراغب، أو يقول إنني أريد زوجة صالحة أو ما أشبه ذلك، فتقول هي مثلا إن قدر شيء كان أو ما أشبه ذلك. أما أن يقول إن أريد أن أتزوجك أو أنا أخطبك أو ما أشبه ذلك فهذا حرام. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فأباح التعريف ومفهومه تحريم التصريح، وذلك لأن العدة حرمة للمطلق الأول زوج الأول، فلا يجوز لغيره أن يصرح بخطبتها ما دامت في عدتها، ولئلا يحملها ذلك على المسارعة في الإخبار بانقضاء عدتها. الله جل وعلا أباح التعريف بقوله: فلا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكملتم في أنفسكم، لأن يكون الإنسان في نفسه رغبة في هذه المعتدة ويتزوجها بعد خروجها من العدة. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، هذا تأكيد لما سبق في أول الآية من تحريم التصريح في خطبة المعتدة أو ذكر الرغبة في الزواج بها أو ما أشبه ذلك من العبارات الصريحة. ثم قال تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح، هذا فيه تحريم العقد على المعتدة، فلا يجوز العقد على المعتدة إلا لمطلقها، الذي طلقها يجوز له أن يعقد عليها في العدة لأن العدة له، أما غيره فلا يجوز أن يعقد عليها، وإن عقد عليها فالعقد باطل في مدة العدة حتى تخرج من عدتها. فلا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب، حتى يبلغ الكتاب أجله، أي تنتهي العدة التي فرضها الله جل وعلا في كتابه الكريم. جزاكم الله خيرا.